أوليدي وحدة وحدة وضيمنا دخول أحبيبي دخول واحد وحدة وحدة عادة واحد شاحية الله يبارك عمر سيدي والان الدور ديال السربال تيقود المقدم بالحاج بلال جمعيه ايتي الدين لفن التبوريطه وتربيه الخيول من عماله الخميسات جهه الرباط سالون قنيطره. والآن مع السربال تيقود المقدم عثمان نصيري جمعية الأدهم للفروسية التقليدية عملت صخيرة تمارة جهة الرباط سالة قنيطرة.
الان مع الصربال تيقود المقدم الزريزع بدر. هاد الصربال من عماله المحمديه جهه الدار البيضاء السطات. مسكار ابتلي عبد الله يا وليدي ادخل عبي ادخل وحدة وحدة وطايم الله وابتلاش وابتلاش اهجب كل كأيام دعوم أنا دور الآن ديال جمعية محمد علي شاكر عمالة القنيطرة جهة الرباط ديال القنيطرة بقية المقدم قريطة معاد. بسم الله وعمر هيا خليها تشوى من ابداو يا بريو حفظ ربي عمر او بنسل عمر في العوش وطل يا اخوي او حدا حدا ودي بربي خل حبيبي الخل اجا والكهل تحية دعوا معنا الآن دخول الصربة السادسة والأخيرة بالنسبة لهاد الشبان مع الهدى الصربة تيقود المقدم غراب محمد من عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة. غراب محمد هذا السن ديالو كما أشرنا الأب ديالو عنده 12 سنة فقط. Stop!
بعد الهدى غتبدا الان المسابقه بالبارود. كل صربه غيكون عند الحق في ثلاثه ديال الطلقات. النقاط المخصصه لكل طلقه هي 25 نقطه، وحسب الترتيب اللي شفناه في الهدى غيكون كذلك الترتيب في الانطلاقه بالنسبه للطلقات. وعوده الصربه التي يقودها المقدم العوسي اسامه، صربة العزوزي فخر الدين من عمالة اليوسفية جهة مراكش أسفي. شويه عمر خيل شد شد واحد حافظ له والآن مع جمعية أيتي الدين لفن التبوريدة وتربية الخيول عن عمالة الخميسة جهة الرباط سارة القنيطرة بقيادة مقدم بالحاج بلال، والمحاولة الأولى بالبارود. والآن مع جمعية الأدهم للفروسية التقليدية عن عمالة صغيرة تمارة جهة الرباط سالة القنيطرة بقيادة المقدم عثمان نصيري.
الدور الان ديال السربال تيقود المقدم زريزع بدر عماله المحمديه جهه الدار البيضاء الصطاد. دور الآن ديال جمعية محمد علي شاكر عن عمالة القنيطرة جهة الرباط سلام القنيطرة بقيادة المقدم قريطة معاد. والآن الدور ديال السربال تيقود المقدم غرابو محمد. السربة هذه من عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة. والان غتبدا السلسله الثانيه بالبارود دائما مع هاد الشبان،
والبداية دخول السربة الأولى وهي السربة التي قد المقدم العوسي أسامة، سربة العزوزي فخر الدين عن عمالة اليوسفية جهة مراكش أسفي. عاود لا اخذ راعي الخيط، هني الخيط شي شويه واحد. عاود وحده وحده، عمر خي شد شد واحد حافظ له. والآن الدور ديال السربة ديال جمعية أيتي الدين لفن التبوريضة وتربية الخيول من عمالة الخميسات جهة الرباط سالة القنيطرة بقيادة المقدم بالحاج بلال. قابل مشارات على البوم عمل باسكا يا بريو حاضر بي وانتون خير وانتون دخول الآن السربة ديال جمعية الأدهم للفروسية التقليدية عن عمالة صغيرة التمارة جهة الرباط سالة القنيطرة بقيادة المقدم عثمان نصيري. سلام عمرو اي وكل عند خط الانطلاق الآن دخول السربة التي قد المقدم زريزة عبادر عن عمالة المحمدية جهة الدار البيضاء السطات.
والان الدور ديال السربالتي قدر مقدم قريطه معاد جمعيه محمد علي شاكر عماله القنيطره جهه الرباط سالا القنيطره. ومرايا تسع يا بريم عبد ربي السرية جري واتقل خي واتقل الآن دخول السربالت يقدر مقدم غرب محمد عن عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة. والان غتبدا السلسله الثالثه والاخيره بالبارود بالنسبه لهذه المجموعه ديال الشبان التي تكون من 6 ديال الصربات، والمنافسه على اشدها من اجل ضمان التاهل الى الدور الثاني والاخير. الدور الثاني والاخير اللي غيتقام يومي السبت والاحد المقبلين. عوده الصربه ديال عزوزي فخر الدين، الصربه هذه التي يقودها المقدم العوسي اسامه من عمالة اليوسفية جهة مراكش أسفي. دار عيون خيط هني وخيط واحد وحدة وحدة عمر خيط شد شد واحد حافظ له والآن مع جمعية أيت الدين لفن تبوريدا وتربية الخيول عن عمالة الخميسة جهة الرباط سالا القنيطرة بقيت مقدم بالحاج بلال. يا بني حضر بوي
والآن مع السربالتي قد المقدم عثمان نصيري يتعلق الأمر بجمعية الأدهم للفروسية التقليدية عن عملة صخيرة تمارا جهة الرباط سلاء القنيطرة. والآن مع السربالت يقود المقدم زريزع بدر السربة هذه عن عمالة المحمدية جهة الدار البيضاء الصطاد. والآن مع الصربة التي قد المقدم قريطة معاد عن جمعية محمد علي الشاكر القنيطرة جهة الرباط سلاء القنيطرة. والآن مع آخر صربة شبان وهي الصربة التي قد المقدم غراب محمد عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة.
بهذا الطلقة تختم المنافسات الخاصة بالشبان، وبعد لحظات غنتعرفوا بطبيعة الحال على الصربات اللي غيتأهلوا للأدوار النهائية، بينما الصربة اللي غتحتل الصف الأخير فغتقدم للمنصة لتسلم الجوائز المخصصة لها. وبعد لحظات سيفسح المجال